زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، احنا هنتكلم عن ولادنا الزهقانين التعبانين، وابني بيقول لي انا زهقان. وقلنا لكم ان احنا هيكون معانا ان شاء الله هنستقبل الدكتور، اهلا بيك يا دكتور، دكتور نبيل علي نصر، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان، ومؤسس ومدير كيان للطب النفسي والعلاجات الجامعيه بالاسكندريه. اهلا وسهلا يا دكتور، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا رانيا، واهلا بهبه، واهلا بالساده المشاهدين كلهم. اهلا بيك يا دكتور. دكتور ابني بيقول لي انا زهقان، يعني احنا اخترنا عنوان الفقره ابني بيقول لي انا زهقان، لان احنا مش قادرين نستوعب يعني. وانا كمان زهقان. يعني ايه ابني بيقول لي انا زهقان وعنده ولا بنتي وهم عندهم 4 5 سنين مفقوصين، زهقانين ازاي؟ ملوش نفس يعني يزهق؟ دي حقيقه يعني. هو فعلا بيزهق؟ يا نهار ابيض، يزهق. مستوعب هو يعني ايه زهق؟ ما يستوعبش ليه؟ طب اشرح لي. ممكن بس يبقى خاينه التعبير، او يعني انت بتستقبلي زهقانه بعقل وبمخ منا الكبيره. اوكي. لكن هو ممكن يبقى بالنسبه له زهقانه دي ممكن تبقى بتعبر عن حاجات كتير، اهمها ان هو فعلا يبقى زهقان، متضايق، مش لاقي حاجه بس عملها. هو فهم امتى يعني ايه زهق؟ من وهو في بطن مامته. لا محتاجين نفهم اكتر. انتوا موافقين على الكلام ده؟ لا هو انا قصدي السؤال يعني هي منا قصدها ان احنا عايزين نعرف نتعامل مع الطفل اللي لنا فجاه هو عنده كل الالعاب وبيروح النادي وبيعمل كل حاجه، واحنا طبعا تعبانين معاه طول اليوم، بس فجاه تلاقيه بيقول لك انا زهقان قوي. هل الرفاهيه ليها علاقه؟ الرفاهيه إيه؟ اللي بيعيشها اولادنا دلوقتي ليها علاقه بالموضوع؟ طبعا. كل ده هو تاني. احنا بنفترض ان احنا جبنا كل اللعب وكل الحاجات وحطيناه ومعاه الموبايل ومعاه مش عارف ايه ومعاه التلفزيون وفي اللابتوب وفي التابلت وفي 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 وبيروح التمرين بتاع، ما ده يزهق. طب انا لو حرمت، لا ثانيه واحده هبه، هو الدكتور بيقول لك هو زهق ان هو معايا كل حاجه. طبعا. ايوه طبعا. ده معناه ان احنا لازم نحرمه من، يبقى لازم. ليه بس نحرم؟ يعني ليه مش حرمه؟ مش المقصود ان هو معنى كلمه نحرم. اولا بس انا عايز اوضح حاجه مهمه، احنا بنبص للاولاد بدماغنا، احنا بنبصش بدماغهم. ايوه صح. وللاسف بنقارن، ده احنا على ايامنا يا ابني ما كانش كل الحاجات دي، زهقان من ايه؟ حقيقي. احنا قصرنا في حاجه. ده التساؤل فعلا اللي بيساله كل الاهالي. لا هو التساؤل الاهم بقى، لو احنا في سننا ومعانا الحاجات بتاعتهم دي كنا نحس بايه؟ أنا أكيد كنت أبقى مبسوطة. أنا نفسي مبسوطة جدا يعني. أنا أكيد كنت أبقى طايرة لحد دلوقتي هقعد ألعب بيها. مين بقى قال لك إن لما يبقى ده أسلوب حياتك هتفضلي مبسوطة؟ أيوه فعلا ده غلط. الروتين بقى يبقى معنى كده المشكلة في الروتين، مش في الحاجات اللي حواليه. أو إحنا مش دلوقتي لما في أعتقد أماكن اللي هي يعني في الصحراء وكامبز وكده يقول لك إيه العودة إلى مفيش. بالظبط. مفيش مش عارف إيه، مش عشان تدفع فلوس قد كده عشان تسيب الموبايل وتسيب الكهرباء وتسيب حاجه. يعني حضرتك شايف ان احنا الحاجات الالكترونيه والموبايل والتاب والحاجات دي كلها ده كده، ما انا عارفه ان هو مصيبه يعني. هو حتى بحس ان الطفل بيبقى متاخر، نظره بيضعف، في حاجات كتيره قوي بتاثر فيه. بس انا ما بوديه، لو انا مثلا مش حرمته، طيب احنا هنقول ان احنا هنمنع الحاجات دي طول اليوم، هيبقى نص ساعه هيروح لصاحبه او يروح النادي او يروح في كده هيلاقي بيلعب او قريبه. فاحنا نعالج ده ازاي وان هو يقتنع من جواه بالظبط ان هو ما يلعبش يعني بالحاجات دي؟ بالظبط. وخصوصا الاطفال بيقارنوا بينهم وبين بعض بشكل رهيب. يعني هقول لك اشمعنى، دايما على لسانهم كلمه اشمعنى. طب ما الكبار بيقارنوا بينهم وبين بعض بشكل رهيب. يا دكتور احنا هنحل الموضوع ده. طب ايه الميزان يا دكتور؟ ايه الميزان؟ يعني هنجيبها في الاطفال وخلاص والاطفال بتعمل. لا ما احنا نتعامل بقى معاهم. انت لو بصيتي هتلاقي الكبار بيعملوا نفس اللي بيعملوه الاطفال. دي حقيقة. والاطفال جايبين دوت من اللي شايفينه في الكبار وهم بيعملوه. طب احنا نتعالج الاول يعني، الكبار يتعالجوا الاول. انا دايما بقول كده بصراحه. يبقى صح. الاهالي اول ما الاهالي تتعالج. اصل انا ما ينفعش ابقى ماسكه تليفون وبقول لابني ما تمسكش تليفون. طبعا. ويحسبي كده انت عدد الساعات اللي بتقعديها على التليفون طول اليوم. عمر بقى مش بعيد عمر بيضيع. يعني احنا دلوقتي برضو لما بنيجي نتكلم يا دكتور ان هو كل اللي حضرتك بتقوله ده احنا شايفينه ان هو منطقي جدا وكل حاجه، واحنا قاعدين بنتكلم وبندردش كلنا كده مع بعض شايفين ان ده طبيعي جدا. بس وفي الوقت لما بتبقي ام واول بيبي، خصوصا لو هو اول بيبي، ان انت هتيجي بعد كده هتلاقي نفسك لا او انا عايزه احل الموضوع، او انا مش عارفه دلوقتي المنطق اللي انا كنت بفكر بيه مش موصلني لحاجه، انا عايزه حل، عايزه 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 زي ما كنت بقول لك برشامه، عايزه حد يديني برشامه يغششني 1 2 3. ولا ايه رايكم؟ ايوه ما هو قال الحل ان احنا نتغير الاول. شوفي بقى، وانا في حاجه انا مصدقها جدا جدا تمام التصديق.
ان مفيش حد ممكن يدي حلول لحد احسن من الشخص نفسه. بس احنا بينقصنا يعني بمعنى ايه؟ انا مثلا مانيش جاي بكلام منزل جاي بقوله لا ده انت تعرفي تطلعي احلى حلول ورانيا تطلع احلى حلول وهبه تطلع احلى حلول ولو واحده صاحبتك جايه بتسالك في الكلام ده في انت هتديها نصايح يعني زي طب انا هسال من ناحيه ثانيه ما بنعرفش نطبقها هي المشكله انت يا رانيا قابلتي المشكله دي عندك في العيله يعني انت عندك حد بعينه في العيله طفل او حاجه عندك نفس المشكله دي معاه وادمان بقى ادمان الالعاب الالكترونيه دي فظيعه احنا طول الوقت بنركز في الحل وفي الفعل هنعمل ايه عشان ده يخلص عشان ده يحصل عشان ما بنركزش احنا حاسين ايه واحنا بنعمل ده كذلك مع الطفل مثلا هو بيروح المدرسه وبيروح التمرين وبيقعد على الموبايل وبيعمل احنا ما بنهتمش هو حاسس بايه وهو بيعمل طيب يبقى ده في مناقشه بقى نعملها مع الطفل نفسه من خلال المناقشه دي نعرف هو ممكن حابب ايه مش حابب ايه يعني مش عايزه نحاول نخرجه من الدايره اللي هو فيها يعني اننا لا بس انا هقولك على حاجه انا بشوف خليني دايما هبه اقول لك هنطلع فاصل وبعد كده هنرجع نكمل تاني معاكم وابعتوا لنا اسئلتكم احنا لسه مستنيينكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل كنا قبل الفاصل بنسال الدكتور احنا هنتعامل ازاي مع الطفل وازاي نحس بيه وزي ما الدكتور قال لنا عايزين بقى حل احنا كمان او ايه الاكشن اللي ناخده يعني احنا انا حصل قدامي ان الام بنتها دايما عصبيه ومتنرفزه ومش عارفه تتصرف معاها ازاي وبتجيب لها كل حاجه والحلويات وكل حاجه بتجيبها لها بس هي على طول فانا حسيت ان هي يعني برضو حته ان هي تروح تكشف او تروح تاخد بنتها او البيبي عند اخصائي فده بالنسبه لها حاجه كبيره ولا انا شايفه بقى امتى ناخد الخطوه انت لو قلت لها موتيها هتقبل منك الكلام لكن لو قلت لها لكن انت قلت لها روحي للدكتور ايه لا انا بنتي مش احنا وصلنا يعني للدرجات دي خلاص ايوه فعلا الدكتور كمان هيحسوا بالاهانه انت بتهنهم ان هم مش قادرين يربوا اولادهم صح بعض الناس للاسف بتفكر في دوت خصوصا لما يعرى يعني ايه مش عايز اقول استخدم لفظ نواجههم او يبتدوا ياخدوا بالهم من ايه ده يا نهار ابيض ده انا في اخطاء بعملها ايه ده لا ده انا مش مقصره ما جايين تقولوا لي في اخطاء لا ما تقوليش ان انا اللي غلطان هي اللي فيها المشكله احيانا على فكره مثلا يجي حد الاهل ومعاهم الطفل او كده فاسمع كل حاجه اقول لهم بس خرجوا بقى الطفل ده بره تعالوا لي ايوه لا المشكله في الاهل واقول لهم كده اقول لهم والله انتوا لما تتعالجوا هتبقوا زي الف انا بالمناسبه بستخدم لفظ علاج ده على طول يعني مش معناها ان الشخص مريض ان هو مريض يعني انا نفسي ما بطرتش الكلمه دي ليه لان اي موقف في الحياه ممكن يعرضك انت لو سبت الشغل ورحت شغل نفسيتك بتتغير شويه لو انت حد من اقرب ليك ما توفى مثلا لو عينه هتتاثر شويه فده علاج لو عايز اخش الحمام وفي حد في الحمام هتاثر شويه لو عايز اكل والاكل متاخر هتاثر شويه بتاثر على طول مش لازم حد يموت ولا اسيب شغلي بتاثر على طول يعني ده ما هو انا بقى مش شايفه ان ده يعني انا عماله اقرا واتفرج على فيديوهات حضرتك برضو ولقيتها لا ده احنا في الموضوع سهل وبسيط جدا ولو بدانا بدري يعني هنخلي الطفل ما يطلعش عنيف ما يجيش شكوى منه كتير ما يبقاش يعني في حاجات كتير هتتغير فيه لو احنا بدانا بدري معاه خطوات طيب هبه على غرار كلام هبه هل في علاقه بقى بين كل رفاهيه والحاجات اللي حوالين الطفل ده بعنده انه ممكن ينشا عنده سمه العند ولا العند مالهاش علاقه؟ طيب شوفوا يا جماعه بس اول حاجه البني ادمين ما هماش باكواد يعني مش لو عملت 1 2 3 4 فابني هيطلع 1 2 3 ما فيش حاجه خالص تقول كده احنا طول الوقت بنجتهد تمام طول الوقت بنجتهد وبيبقوا اخين وتوأم وفي نفس البيت ونفس التربيه مختلفين ده طبيعي جدا يعني ده طبيعي فمفيش اتنين في الدنيا دي زي بعض فبس مش عشان ما نبقاش بنتعامل مع نفسنا حتى او مع اطفالنا معانا اتصال تليفوني يا دكتور بمانيوال من اسوان معانا مين معانا استاذه دوابه ازاي نتعامل مع مدمنين التشهير والتشنيع بدون اثبات بدون دليل يعني ندعي لهم ليل نهار ولا نتعامل معهم الو الو ايوه يا فندم مساء الخير ايوه ماذا من اسوان مساء النور حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم اتفضلي معايا مدمنين التشهير والتشنيع على الناس بدون اثبات بدون دليل يعني ندعي عليهم ليل نهار ولا نعمل معاهم ايه حضرتك
ليه بس كده ندعي على مين بس؟ الناس اللي بتطلع اشاعات مش مظبوطه. ما تدعيش ما تدعيش على حد عشان الملائكه هتقول لك ولك بالمثل. قولي حسبي الله ونعم الوكيل. مين مزعلك بس يا حاج؟ مشكلتهم في حضرتك. اكذب اكذب حتى يصدقوا كالناس. يعني حضرتك بتتكلمي عن الكذب، الناس اللي بتكذب على طول. التشهير والتشهير هم مدمنين بيحبوا كده حضرتك. يعني نعمل معاهم ايه؟ نعالجهم ازاي؟ هي دي الاشاعات والتشهير. ثقه في نفسهم فبيكذبوا كتير عشان يشوهوا الاخر. اكيد مش لازم عشان ده ظلم عظيم. انا بس مسمعاكي. الناس بالدليل ده ظلم عظيم حضرتك. اه طبعا ظلم عظيم. طب خلينا، انت عايزه الدكتور يرد عليكي ولا انت حابه تحكي لنا؟ يا ريت يقولي يعني الدكتور نتعامل معهم ازاي. هو انا اعتقد يا حاجه هو الدكتور هيقول لحضرتك على ان حضرتك تعملي ايه علشان تنسيهم. الافضل كده. حاضر، هنجاوب حضرتك في التلفزيون ان شاء الله. اسمعينا رد الدكتور ان شاء الله هيكون مع حضرتك. نجاوب دلوقتي يعني؟ طيب لو حضرتك يعني هو بس هي انا جاوب اجابه عامه. انا فهمت الكلام، هي اجابه عامه بس يا حاجه. هو مبدئيا مفيش حد في الدنيا دي يعرف يغير حد. اذا ما كانش الشخص عاوز هو من نفسه يغير نفسه ويتغير، والله لو عملنا ايه ما في اي حاجه هتحوق ولا اي حاجه هتجيب نتيجه. احنا بقى نعمل ايه مع الاشخاص المؤذيه دي؟ يعني يا نعتزلهم، يا نحط حدود، يا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا يعني انا مقدر طبعا اللي انت بتقوليه. يعني اكيد يعني انا لو مكانك وسامع حاجه تعيب فيا او حاجه في حقي هبقى متضايق جدا. لا وخصوصا كمان بس يا دكتور هي كانت بتقول لحضرتك ان هم بالظلم، يعني ان هو بالافتراء، اللي هي مش مشكله من ناحيتين والطرفين غلطانين. هي من واضح ان هي نجيب حد كده ونقول له تعالى انا هغيرك. صح. اذا هو مش عاوز يتغير مش هيتغير. لو عملنا ايه ما يعني تبقى حاجه صعبه جدا. صح. نرجع تاني لموضوع اطفالنا. حضرتك كنت بتقول ان احنا محتاجين ان احنا نبقى بالراحه عليهم، وان هم لو اخين مع بعض هيبقوا مختلفين. انا عايز اوضح حاجه، مش قصه بالراحه عليهم. انا عاوز اول حاجه بس قبل ما نبقى بنتكلم عن اطفالنا نبقى بنتكلم عن مسؤوليتنا احنا الاول، سواء كانت مسؤوليتنا عن نفسنا في البدايه او مسؤوليتنا عن اطفالنا او جوده ما نقدمه لاطفالنا. أوكي. جودته دوت مش معناه انا مودي مدرسه عامله ايه ولا مشترك له في ايه ولا كده، لا. يعني مثلا احنا دلوقتي من الحاجات اللي انا بشوفها كتير جدا البيوت، بسم الله ما شاء الله، ديكور ايه وقطع ايه وحاجات ايه والنيش وفيه وبتاع، بس مفيش ناس قاعده في البيت. ايوه مفيش روح، مفيش تعامل، مفيش عشره، مفيش. يعني انا اذكر في طفولتي، انا من بلد اسمها ميدغمر. اوكي. في الدلتا في الدقهليه. انا اذكر كنا كل يوم جمعه او جمعه او جمعه لا بعد صلاة الجمعة بشوية ألاقي اتنين من خلاني الله يديهم الصحة صلة الرحم والأقارب والتزاور بيقعدوا إن شاء الله نص ساعة ولا بتاع، مش لازم يعملوا فيها حاجة ومش لازم حتى يشربوا حاجة، جايين بيتكلموا في أي حاجة زيارات. أنا كنت يعني طفل عيل كده صغير بس كنت بشوف ده، يعني طالع شايف ده. كنت بشوف لما بنتجمع في البلد عند مع أهل والدي ونتجمع كلنا قبل ما يبقى في موبايلات وقبل ما يبقى في الكلام ده، يعني كنا بنستنى التجمع دوت من العيد للعيد او بمناسبه نتجمع فيه كلنا. بالظبط. فين ده بقى دلوقتي؟ لا نتجمع البيت زي الفل بيبرق، بس احنا نروح نخرج في كافيه بس ناس وحيده، نتقابل في المطعم. هنروح المول. طب يا دكتور لو حبينا ان احنا نلخص كل الحاجات، يعني هو تقريبا كل المواضيع بتصب في نفس الحاجه، ان احنا ندي تيبس كده او ستابس لكل ام وكل اب لسه جداد ولسه عندهم بيبي جديد، ان هم والقدام بس قول ان هم دايما بياخدوا خبره من الابن من الاخ الاقدم، يعني تجربه في الاولاني. لا خبره غلط ما يعني بس كمل اخطاء لا اسمعي بس ما انا هقول لك. مش في دلوقتي ناس يقول لك ايه ما احنا اتربينا على كده وطلعنا كويسين؟ اه دي حقيقه وده غلط. لا حضرتك اقول لك مفاجاه، انتم مش ولا يعني ولا كويسين ولا وكنا بنتدرب وبقينا كويسين مفيش اي مشاكل. يعني دي جمله بتتقال كتير جدا. ده مفيش مشاكل. ده كنت بتقول ان مفيش مشاكل ده مشكله في حد زي الفل ومفيش اي حاجه. فاحنا بس مش هنمشيها يعني ايه خطوات. هي يعني هتكلم كده عن بعض النقاط سريعه. يعني اول حاجه بس احنا محتاجين نتخلى عن احكامنا على نفسنا او على اولادنا، لان طول ما انا شايفه بنضاره انا بحكم بيها هشوف ان هو بيقول لي لا معناه انه عنيد. ما هو لا هو شخصيته ايه دخل ده من غير شخصيته؟ اي انسان بيعرف يقول لا. ده انا لو مربي حيوان في البيت وحاطط له اكل مش عاجبه مش هياكله. طيب
دلوقتي يا دكتور انا بقى يعني هنفكر في حاجه، احنا دلوقتي ايه الحل ان احنا نقول لهم نصيحه مثلا، النصيحه دي يتعاملوا بيها ان هم يتغيروا الاول، يبطلوا يعني يمسكوا مثلا التليفون كتير عشان الطفل ما يمسك. انت قلت الحل اهو، هم يتغيروا الاول. طيب ما التغيير ده احنا نعرفه، يعني انا كده اتغيرت الاحسن ازاي؟ اعرف ازاي انا غلطانه او ازاي انا صح؟ ما هو ده برضو انا ما اعرف، يعني الحكم عليا مثلا او على الام او على الاب ما ينفعش يبقى عنيف من غير ما اعرف هو نقطه ايه. هو فعلا بيجيب احسن لعب، بيجيب البيت كويس جدا، الاكل كويس جدا، النادي، بس ما عندهمش التعامل. فانا اتعامل ازاي في الاول؟ اخد الموضوع ازاي؟ ابقى موجود. ايه؟ ابقى موجود. موجود. ايوه. يبقى ابني حتى لو انا بسافر كتير، حتى لو انا مش عارف ايه الجوده اللي انا بقدمها له في علاقتي بيه، مش مجرد ان انا بجيب له اكل وشرب ومدرسه ونادي وخلاص. تمام. بنتكلم، بنهزر، بلعب معاه، انا عارف دماغه دي فيها ايه. وفي حاجه دايما مهمه دايما بحاول اوجه الاهالي ليها، لما اتعامل مع الطفل ما اتعاملش معاه بدماغ انا، يعني لما حاجه احط نفسي مكانه بدماغه هو مستقبل الامور دي ازاي. يعني كان واحد صاحبي بيكلمني من فتره وبيقول لي ان ابنه بيقول له انا بكرهك. فيعني حصلت انا جايب كل حاجه، ازاي بكرهك وازاي يقول لي بكرهك؟ قلت له يا ابني يا حبيبي، هو بس بيقول بكرهك، هو انت مستقبلها عشان انت مستقبلها بكام و30 سنه. هو ممكن يبقى قصده انا مش طايقك دلوقتي، انا غضبان منك دلوقتي، انت مضايقني، مش لازم معناها بكرهك ان انا. دكتور نبيل بجد احنا استفدنا كتير جدا من معلومات النهارده، كان نفسنا نسال كل الاسئله اللي جات لنا. جالنا اسئله كتير جدا، بس وقت الفقره، وان شاء الله لينا لقاء تاني نتكلم بقى فيه على باقي الاسئله ونستفيد منها. انا بس حابب اقول حاجه اخيره، يعني نطمن الناس ان مهما طال الزمن ينفع نتغير، ومهما طالت المده ينفع نتغير ونغير حاجات، بس اهم حاجه البدايه النيه والوعي، دي اهم حاجه. ان شاء الله ان شاء الله. يعني نتمنى ان كل الاهالي تكون استفادت معانا وخدوا شويه خطوات اولانيه. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائنا المشاهدين، الفقره اللي جايه ان شاء الله فقره مهمه جدا، يا ريت كلنا ننتبه ليها كل ام، ويا ريت الاولاد كمان يحضروا الفقره اللي جايه. هنتكلم عن الديسلكسيا او عسر القراءه عند الاطفال ما قبل المدرسه واثناء المدرسه، وازاي نتعامل معاها. نشوفكم بقى بعد الفاصل.